وللمزيد ينضم إلينا المستشار جمال رشدي المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية. بداية، ما هي الأهمية التي تحملها زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لجامعة الدول العربية، وأيضا إلقاء كلمة أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين؟ مساء الخير على حضرتك. طبعا هو أهمية هذه الزيارة أنها تسمح للدول العربية ممثلة في مندوبيها ومجلس على مستوى المندوبين أن يستمع للرؤية الروسية ول يعني ما تطرحه روسيا بشأن هذه الأزمة، وخاصة أنه الجامعة العربية ليست بعيدة لم تكن بعيدة عن الأزمة الجارية في أوكرانيا من أوجه كثيرة. يعني احنا عارفين طبعا انه في مجموعة اتصال وزارية عربية شكلت منذ وقت مبكر في الأزمة للتواصل مع طرفي هذه الأزمة، وقام عدد من الوزراء العرب في شهر أبريل بزيارة لكل من يعني التقوا لافروف وزير خارجية روسيا في موسكو، ثم التقوا وزير الخارجية الأوكراني واستمعوا من الطرفين. وكانت هناك الحقيقة هناك محاولة جادة من الجامعة العربية أن تلعب دورا في يعني كنوع من الوساطة في هذه الأزمة على صعوبة هذا الموضوع كما نعرف جميعا. نعم، يعني وزير الخارجية الروسي أكد أيضا على الموقف العادل للجامعة العربية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، ولكن ما هو دور الجامعة في حلحلة هذه الأزمة أو إيجاد حلول أكثر تعاونا فيما يتعلق مثلا بأزمة الغذاء العالمية؟ والله هو يعني وزير الخارجية لافروف وقبل أن يجتمع بالمندوبين العرب وقبل أن يلقي كلمته في مجلس الجامعة اجتمع مع معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط، وكانت هذه فرصة ليستمع الأمين العام من الوزير الروسي لرؤيته بشكل يعني مفصل حول الأزمة الأوكرانية، وأيضا فرصة للأمين العام أن يطرح بعض الهواجس أو بعض الشواغل العربية وعلى رأسها هذا الموضوع المتعلق بالغذاء وبالحبوب وبمشكلة وما يعني تداعيات هذه الحرب على الأزمة الغذائية وعلى الوضع الأمن الغذائي في المنطقة العربية بالذات. وإحنا عارفين أنه كان في يعني اتفاقية مبشرة تم توقيعها قبل يومين تسمح بتصدير وشحن الحبوب من أوكرانيا ويعني خروجها للتصدير، وهذا الاتفاق الحقيقة كان مبشر، والأمين العام حرص أنه يسمع من الوزير الروسي بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الاتفاق المهم، والجامعة العربية كانت رحبت بهذه الخطوة فور توقيع اتفاق اسطنبول يوم الجمعة الماضي، لأنه الحقيقة طبعا إحنا ما يهمنا في المنطقة العربية هو المصالح العربية وما يهم الجامعة في هذه الأزمة الدولية والعالمية الشديدة المتشعبة الخطيرة هو أن احنا نحاول قدر الإمكان تطويق آثارها وتداعياتها على الدول العربية سواء فيما يتعلق بالغذاء أو غير ذلك من الأضرار. نعم، أيضا وزير الخارجية الروسي أعرب عن تطلع موسكو لزيادة التعاون مع الدول العربية، باعتقادك ما هو مستقبل العلاقات العربية الروسية في ظل حالة التقارب بين الجانبين؟ العلاقات العربية الروسية يعني لها تاريخ طويل ويعني تسير في مسارات متعددة، هناك حوار عربي روسي يعني انعقد على مدى 5 جولات وكان من المنتظر أن تعقد جولته السادسة، ولكن يعني حالة ظروف كورونا ثم الأزمة الأوكرانية دون عقد هذه الجولة، ولكن الحوار العربي الروسي والتعاون العربي الروسي هو يعني مسألة قائمة، هناك علاقات بين روسيا وعلاقات مهمة على أكثر من صعيد بين روسيا ومختلف الدول العربية، والدول العربية والجامعة العربية يهمها الحفاظ على هذه العلاقات التاريخية مع الجانب الروسي. المستشار جمال رشدي المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.